كويس. بره دي انا عايز اسالك، انت سافرت بره كتير، جمهور الفن عاده هو بيبقى جمهور ذواق الكوره، هو احتكاكك بالجماهير بره، لان دي قضيه مثاره، هي قضيه طريفه، انا ما تشغلنيش شخصيا هو شعبيتي اني نادي اقوى ولا بتاع، لكن ما حدش كان بيدعبك ما يعرفوا انك اهلاوي، ولا ما كانتش بتيجي فرص ولا لا؟ بتيجي فرص طبعا. بس كنت تشعر ايه بقى؟ كل الناس عارفه ان انا اهلاوي بره، وبره في كل مكان، في حفلاتك وكده في الحفلات، وبنقعد نهزر ونغني، ومين الاهلاويه ومين اللي بيشجع فرقه تانية، ومين بيشجع الزمالك ومين بيشجع الاهلي. طب بامانه بدون يعني، مش عشان انت اهلاوي وفي قناه الاهلي، أيوة. كيف ترى شعبيه الاهلي في الخارج بقى كما لمستها على ارض الواقع؟ لا طبعا شعبيه كبيره جدا وجارفه تماما، اكثر من اي نادي، مع اعتذاري طبعا ومحبتي لكل محسوسه النوادي اللي موجوده في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي كله، ولكن النادي الاهلي له كيان تاني ومحبين تانيين ورؤية تانية عند كل الناس، موضوع تاني يعني. انت تشعر بمتابعة النادي الاهلي من الخارج؟ طبعا. طيب طبعا. مناسبتنا بقى والاهلي في اي مكان بتابع المباريات كمان، ومش بتابعها لوحدي، بتابعها مع اصدقائي اللي موجود معاهم. أيوة. في اي بلد وفي اي حته بنروح نتفرج، في نشوف فين اللي عنده القناه اللي هتجيب المباراه، وهتلاقي فنانين برضه في الاهلاوي زي الزمالكاوي والترجاوي والرجاءاوي، نروح نتفرج على المباراه. مشوار الاهلي في افريقيا